السلام عليكم. الكلب صديق الإنسان الوفي. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك من مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فأقصص القصص لعلهم يتفكرون. سورة الأعراف، الآية 175 بعد 176 بعد 100. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلى كلب صديق أو ماشية أو حرث انتقص من أجره كل يوم قيراط. روى الإمام مسلم في صحيحه قال: بينما امرأة تمشي بفلة من الأرض اشتد عليها العطش، فنزلت بئرا فشربت ثم صعدت فوجدت كلبا يأكل الثرى من العطش، فقالت: لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذي بلغ بي. ثم نزلت البئر فملأت خفوها وأمسكته بفيها، ثم صعدت فسقطه فشكر الله لهذا ذلك وغفر لها. قالوا: يا رسول الله، أولنا في البهائم أجر؟ قال: نعم، في كل كبد رطبة أجر. في إحدى الكلب صديق الإنسان الوفي، في إحدى الليالي اشتاء الشديد البرودة، وبينما خلق الله يغطون في السبت العميق، إذ نبح الكلب نباحا متكررا متواصلا، واتبعه كلب ثاني وثالث ورابع، وامتلأ الحي الذي يسكن فيه هيثم بأصوات الكلاب، فصرخ الأطفال وخاف الأولاد وتضجر الآباء والأمهات. أما النوم فقد اتخذ له زوجا من الأجنحة وطار بعيدا عن عيون لا يجدي معه طلب ولا ينفع له رجاء. هيثم أبي، إن أصوات طه مخيفة مخيفة جدا. الأب: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حين قال: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير في الليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإن
فإنها ترى ما لا ترون. وألقوا الخروج إذا هدأت الرجل، فإن الله يبث في الليل من خلقه ما شاء هيثم. ولكن لماذا تنبح هذا الكلاب كل هذا النباح المزعج؟ الأب: الله أعلم يا بني عن ذلك، ولكن الكلاب لا تنام إلا في النهار، وهذه هي المشكلة. هيثم: يا لها من حيوان غريب، الأطوار. الأب: إن لنباح الكلب معان لا نفقهها، ولكن البدو في الصحراء أو الفلاحين في القرى يستدلون بنبرة نباحها على شيء قد حدث أو على وجود لصوص وجود لصوص. وإذا عوت الكلاب وجاوبتها الذئاب، دل ذلك على سيل جارف أو وباء قاتل. أما إذا كان نباحها ضئيلا وهو ما يسمى بالمريد، دل على قدوم العدو. والله أعلم هيثم، إنها جهاز إنذار بالغ الدقة. الأب: إن الكلاب لغة أخرى غير لغة النباح والزمجرة أو النحيب والمرير والهدوء. هيثم: هذا 5 لغات يا أبي، فما هي اللغة السادسة؟ الأب: إنها لغة الإشارات، فهي تفهم بعضها البعض بالإشارات، فالكلب إذا كشر لصاحبه أو رفع مخلبه هذا يجعل الكلب الآخر يعرف ما يريده منه إخوه الكلب الأول. هيثم: إن لا تزال تنبح، ولا أدري متى سننام. الأب: رغم كل شيء يا بني، فهو حيوان لطيف ومؤدب، وهو ماهر في رعي الغنم وصيد الفرائس وحراسة المنازل والمزارع. هيثم: ولكنه خطير يا أبي، فقد قال لي صديقي خميس أن أخافه. سعيد قد عضه كلب،
دار ينبح كالكلاب حتى عولج بعد ذلك في المستشفى. الأب: هذا غير صحيح يا بني، فالذي يعضه كلب مسعور لا ينبح كالكلاب ولا يعض أحدا كالكلاب. هيثم: ولكن صديقي خميس قال. الأب: إنه يبلغ في كلامه يا هيثم، ويجيب أن تعلمه أن يذكر الحقيقة كما هي حتى لا يغرر بالآخرين. هيثم: فاسأل يا أبي، ولكن ما هو الكلب المسعور؟ الأب: الكلب المسعور هو المصاب بالمرض يا سما السعار، وهو مرض يصيب الكلب وباختلاط الإنسان بالكلاب المصاب ينتقل إليه، وكذلك فقد تنقل العدو إلى كل حيوان يخالطه ويشعر بالألم شديد عند ابتلاع الماء، وبحمد الله فقد أصبح علاج هذا المرض متوفرا وميسورا. بعد أن كان يموت كل من يصاحب به هيثم، وكيف يمكن التعرف على الكلب المريض بالسعار قبل أن ينتقل إلى غيره من البشر والحيوانات؟ الأب: هنالك أعراض تظهر على الكلب المريض، فهو يصبح هادئا ويعاني من الحمى، ولا يجد له رغبة في الطعام، وهو في هذه الحالة يكون في بداية المرض، لكنه بعد أسابيع تظهر عليه أعراض أخرى. إذا يخرج اللعاب من فمه ويزمجر وينبح بلا داعي، عندها قد يعض الآخرين فينتقل إليهم فيروس المرض من لعابه. نسأل الله العافية من ذلك هيثم. لم أعد أطيق أصواتها المزعجة؟ الأب: لدي فكرة، لماذا لا تخرج وترقى سفح الجبل فتطردها؟ هيثم: أبي، هل تريد أن تتخلص مني فتأكلني هذه الكلاب الضارية؟ ابتسم الأب وقال: كنت أمزح معك يا هيثم. حسنا، سألقي عليك لغزا، فإن قامت بحله سأعطيك 5 ريالات. هيثم قال: قل يا أبي، فأنا أحب الغاز كما أحب الريالات. الأب: لماذا
لماذا تدفن الكلاب العظم؟ هيثم: دعني أفكر يا أبي، ربما لأنها تساهم في التنظيف الأرض من جثث الأب. ليس هذا يا بني، لقد خسرت 5 ريالات. هيثم: إن الله وإنا إليه راجعون. إن كانت خسارتها فأرجو الأخسر حل هذا اللغز. الأب: حل اللغز وهو أن الكلاب عندما تأكل فتشبع ويتبقى فائض من العظم، فإنها تقوم بدفنها ولكنها تعمل بالمثل الذي يقول: العظم الأبيض ينفع في اليوم الأسود. هيثم: هل معنى أنها تقوم بتخزينها لوقت الحاجة وعند هجوم المجاعة؟ الأب: هو ذلك يا بني، ويبدو أن الكلاب قد انتهت من عملية النباح، فهي إلى النوم يا بني. عاد هيثم إلى فراشه ونام، فرأى في منامه كلبا شرسا يطارده مكشرا عن أبنائه. هيثم: أبي، أنقذني كلب شرس، لن ينقذك أحد مني، وسأعظك عظة لن تنسها أبدا. هيثم: وهل أسأت إليك حتى تفعل بي ذلك؟ الكلب الشرس: نعم، لقد أسأت إلي كثيرا، لكن لأنك لم تتمكن من معرفة الغز الذي ذكره لك والدك. هيثم بكى قال: إنه الجهل، أرجوك اتركني. الكلب الشرس: أتركك؟ لن أتركك أبدا. لماذا لا تعرف عن حياتنا شيئا؟ الكلاب لا تساوي شيئا في نظرك حتى لا تتعرف عليها وتقرأ عنها. هيثم، أليس يكفي أن أعرف أنكم تدفنون العظم لوقت الحاجة؟ الكلب الشرس: هذا لا يكفي أيها الولد، كان عليك أن تعرف كيف نتمكن من بلغ العظم وتكسيرها بأسناننا بأمهاره، وكان عليك أن تعرف كيف تتمكن مع عدة الكلاب من هضم العظم التي لا يستطيع أي كائن آخر أن يهضمها. هيثم: إذن أخبرني أنت، ولا تكشر لي أنيابك،
فتخيفني كلب الشرس. هدي من روعك يا غلام، فنحنك فنحن معشرك الكلب. قد وهبنا الله خاصية فريدة في أكل العظم القاسية. إذا جعل الله تعالى في أنفسنا ولعابنا مادة تلين العظم بين الأسنان، فلا نكلف صاحبا الإنسان فوق طاقتنا هيثم. سبحان الله، ولكن الشيء الذي لا أفهمه يا كلب، لماذا الكلب نجسه؟ الكلب الشرس، ماذا تقول؟ وهم الكلب الشرس بالهجوم على هيثم. عندها صحى من نومه على صوت والده وهو يوقظه. الأب: هيثم يا بني، ما لك؟ ماذا رأيت في منامك؟ هيثم: كلب شرس كاد أن يفترسني يا أبي. الأب: أضغاث أحلام يا بني، بسبب تلك الكلاب التي نبحت ليلة البارحة. هيثم لقد كان يلهث بشدة مع أنه لم يكن يعدو. الأب: مع أن ما رأيته كان حلما، إلى أن الكلب فعل تلهث دون أن يصيبها تعب. هيثم: لماذا يا أبي يحدث لها مثل ذلك؟ الأب: ظل هذا الأمر صار مستغلقا على عماء الحيوان أمكانهم. الله، من معرفة السبب فأغلب الحيوانات لديها غدد عرقية في كل أنحاء الجسم تفرز العرق وتلطف درجات حرارته، لكن الكلب لا يملك شيئا من هذه الغدد، إلا بما يكون في باطن قديمة، حتى يتمكن من تخفيض درجة حرارته فهو يلهث في حال التعب أو حال الراحة. هيثم: ومع ذلك فقد ميزه الله وعوضه بحاسة الشم. الأب: نعم يا بني، ولذلك فهو يساعد الرجل الشرطة في مهامهم الصعبة، فهو مثل يساعدك الكشف عن الجناح
والقتلات وبتد ريبة يتمكن من إفشال عمليات تهريب المخدرات، فكان لحاسه شمه، فظل كبير في ذلك. هيثم، لقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم قصة أصحاب الكهف، وإن كانت قصة مشهورة ودرسناها في المدرسة، إلى أنني لا أعلم كيف سار هذا الكلاب معهم الأب. لقد ذكر أحد علماء التفسير أن أصحاب الكهف حينما هربوا بدينهم وإيمانهم إلى الجبل، مروا بكلب فنبح عليهم فطردوه، فطردوه فقال لهم: لا تخافوا مني، فأنا أحباب الله، فناموا حتى أحرسكم. فنام معهم هيثم. وعلى ماذا يدل ذلك يا والدي؟ الأب: لقد شرف هذا الكلب، فذكر في كتاب الله عز وجل مما يدل على بركة صحابة الصالحين، فكيف بمن يصحبهم من البشر؟ لا شك أن قدره عند الله أعظم وشرفه أكبر هيثم. ولكن لماذا يا أبي لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلاب؟ الأب: الملائكة يا بني لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة الخبيثة، ولأن بعض الكلاب شياطين. هيثم: شياطين؟ الأب: أجل يا بني، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الأسود شيطان. وهل تعلم يا بني أن من الكلاب أعماء ومنهم جهلة؟ هيثم: ما أعجب هذه الذي أسمعه. الأب: أنصحت إلى قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قال: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليكم واتقوا الله، إن الله سريع الحساب. في سورة المائدة آية 4. المقصود بالجوارح في الآية الكريمة كل طير أو حيوان دربه المسلم على صيد مثل الصقور والكلاب، فمات صديقه
فهو حلال أكله هيثم. وما معنى مكلبين يا والدي؟ الأب معنى مكلبين أي معلمين للكلاب، فلن الصيد أيضا. وما دخل ذلك يا أبي بالكلاب العالم والكلاب الجاهل؟ الأب العلم يا بني فضله عظيم عند الله تعالى إلى درجات أن الكلب الذي تعلم الاصطياد أفضل من الكلاب العادي أو الجاهل. لأن أول فضله الله عز وجل على الثاني بأن جعل الناس يأكلون ما يقوم بصيده، وبعد أن وضعه في فمه ذلك ببرك. العلم الذي تعلمه هذا الكلب، ولأن بشرطته أن يذكره الصياد بإسم الله عليه ما يصيده هذا الكلب، فكيف يا بني بفضل العلم من المسلمين الذي يعلم الناس الدين والخير هيثم؟ بالطبع، ففضله عند الله عظيم، ففضله عند الله عظيم. كما أتمنا أن أصحاب عالما يا أبي الأب ليس ذلك صعبا يا بني، فبا لجد والما بره يحصل كل خير. ولكن قبل ذلك تقول الله تعالى: أليس هو القائل جل ذكره: واتقوا الله ويعلمكم الله هيثم. إذا تقوى الله هي السبب الأول في الحصول على العلم كثير النافع. الأب أحسنت يا بني، ولكن قد يحصل الإنسان على العلم الكثير النافع لأنه مع الأسف لا ينتفع به، بل يصبح هذا العلم وبلا عليه في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية هيثم. وكيف ذلك الأب حينما لا يعمل بهذا العلم، وحينما يكتم العلم ويبخل به على الناس، وحينما يشتري به ثمنا قليلا كأن يفتي الناس بفتوى كذبة ليأخذ على ذلك مالا؟ حيث هذا عالم سواء اللسوء. الأب أجل يا بني تعوذ من عالم السوء والطالبة عالم السوء، علم السوء طالبة علم السوء. وقد ضرب الله لنا مثلا في القرآن يوضح لنا حقيقة عالم السوء حتى لا تصبح مثله. يا بني هيثم
علمني يا أبي مما علمك الله الأب. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذين آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد في الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إذ تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مما القوم الذين كذبوا بآياتنا. فأقصص القصص لعلهم يتفكرون. سورة الأعراف الآية 75 بعد المئة وستة وسبعون بعد المئة. هي نفس الآية اللي قرأناها قبل. واتلو عليهم قرأناها أول تاني صفحة، لا أول صفحة إيه، أو قرأناها أول صفحة. واتلو عليهم نبأ الذين آتيناه سورة الأعراف، وهي سورة الأعراف نفس الآية. هيثم: ومن هذا يا أبي الذي أعطاه العلم فتركه واتبع شيطانه هواءه. الأب يقال: يا بني أن رجلا من بني إسرائيل أعطاه الله علما كثيرا. ومن ذلك العلم اسم الله العظم، وجعله مجاب الدعوة وزود عقله الحكمة، لكنه ركن إلى الدنيا واتبع شهوات، فلما ينتفع بهذا العلم في طلب الجنة رضوان الله فعاقبه الله تعالى بأن حرمه من نعمة العلم وإجابة الدعوة، لأنه كذب بآيات الله حينما فعل عكس ما أراده الله منه أن يفعل بالعلم، فجعله الله مثله إلى يوم القيامة ليحذر الناس، وخاصة من أعطاه الله العلم وتفضل به عليه، فلا يجعله لطلب الدنيا، بل يسمعه يستعمله لطلب الآخرين، ولا يكون كالكلاب الذي يلهث سواء كان مجهد أو باق على ضلاله وتكذيبه، وإن تركته فهو باق على ضلاله وتكذيب كذلك. هيثم: أبي الكلاب تنبح يا أبي. الأب: إني أسمعها يا بني، ولكن ما عاهدناها تنبح إلا على ضوء القمر، فما لها اليوم تنبح على ضياء الشمس. جرس الباب يدق فافتح الباب يا هيثم سمعا وطاعة يا والدي. الأب: من طارق يا هيثم إنه عمي عبد الشكور بشراك يا أب هيثم.
البشراق الأب خيرا، إن الله يا أخي وابن أمي وأبي عبد شكور، البلدية يا أبا هيثم تفضلت مشكورة بقبول شكوانا من نباح الكلاب المزعج، وها هم رجال البلدية يسعون في الأرض ببنادقهم يقتلون كلاب الضارية. هيثم مسكينة، هذه الكلاب عبد الشكور لا تجزع عليها يا هيثم، فاستقتل عن بكرة أبيها بل ألم وسننام الليل الطويل بالقلق. الأب لا يوجد حال آخر يا بني، سوء هذه الحل مع الأسف هيثم، إن الله وإنا إليه راجعون. انتهت القصة. خلصنا اليوم. الكلب صديق الإنسان الوفي. السلام عليكم.